ينضم إلينا حول هذا الموضوع من الحدود السورية التركية الصحفي عامر الهوادي. أرحب بك أستاذ عامر، كيف هي الأحوال في مدينة الرقة بعد ارتكاب قوات التحالف الدولي مجزرة بحق الأهالي هناك؟ نعم محمد، مساء الخير لك مساء وللسادة النور. مشاهدي قناة دار الإيمان. أبدأ معك بالأخبار العاجلة والآنية التي حدثت قبل لحظات أو قبل قليل. الميليشيات الكردية تجدد قصفها بالمدفعية والصواريخ على قرية الهيشة في ريف الرقة الشمالي. كذلك الأمر، تنظيم داعش قام بإعدام الشاب عبود الشريف بعد اعتقال دامة لمدة 3 أشهر بتهمة التعامل مع الميليشيات الكردية. قبل لحظات تجدد قصف من قبل طيران التحالف الدولي وأيضا مدفعية الميليشيات الكردية على قرى خنيزير، بالتزامن مع معارك عنيفة بين تنظيم داعش والميليشيات الكردية قرب قرى خنيزير في ريف الرقة الشمالي، مما استدعى إلى حركة نزوح جماعي تشهدها قرى خنيزير إلى البراري جراء نعم، القصف العنيف من قبل طيران التحالف الدولي وأيضا من قبل مدفعية الميليشيات الكردية على قرى خنيزير كما ذكرنا في ريف الرقة الشمالي. إذا سمحت لي الانتقال إلى تفاصيل المجزرة التي ذكرتموها، تفضل. حيث استشهد 23 شهيدا بقصف جوي كما ذكرتم لطيران التحالف على قرية الهيشة بريف الرقة. ارتكب إذن الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مجزرة بحق عشرات المدنيين في قرية الهيشة بريف محافظة الرقة الشمالي، وطيران التحالف الدولي استهدف هذه القرية بعدة غارات، ولغاية هذه اللحظة هناك غارات أسفرت عن استشهاد العدد الذي ذكرناه 23. كما ذكرت أنت أيضا مؤمن بأن هذه الحصيلة هي مرشحة للارتفاع، خصوصا بأن هناك جرحى حالتهم حرجة وتم توثيق أسماء العديد من الشهداء، وأيضا ما زال الكثير منهم مجهول الهوية، وأيضا هناك تحت الأنقاض بعض الجثث لم يتم التعرف عليها. طبعا تأتي هذه الغارات على قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي ضمن الحملة العسكرية نعم، التي يعني تقودها. هذا ما أود السؤال عنه أستاذ عامر، هل يمكن أن نقول بأن معركة الرقة قد بدأت بالفعل، خصوصا يعني مع التصريحات الأمريكية حول الدعم الجوي لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، وهي بالفعل دعمت جويا وارتكبت مجزرة بحق الأهالي والقصف الذي تقوم به الميليشيات الكردية؟ نعم أخي مؤمن، طبعا المعركة نستطيع القول بأنها بدأت، ولكن بدأت شرارة هذه المعارك باستهداف المدنيين لترويعهم ربما ولإفراغ القرى أمام يعني ميليشيات قسد ومن يتبع لها. شاهدنا خلال الساعات المنصرمة الماضية انسحابات من بعض الكتائب يعني العربية أو التابعة تسلقا على الجيش السوري الحر التي رفضت حقيقة القتال مع قسد وانسحبت وعبرت عن انسحابها بأنها يعني تواجه ميليشيات لا ترضخ لأوامرهم ولا تعطي أي قيمة للمقاتلين العرب معهم. وهذه بداية المعركة، وهذا التخوف الذي نقلناه في مداخلة سابقة من قبل المجتمع المدني في مدينة الرقة، التخوف من الميليشيات الكردية. نعم، الميليشيات الكردية انسحبت تخوفا من تعامل هذه الميليشيات، فما بالكم المدنيين العزل، والقادم أعظم ربما. يعني المعركة بدأت حقيقة، ولكن كما ذكرنا تخوف شديد، وقبل قليل إصدار بيانات عدة من المجتمع المدني ترفض قتال، طبعا القتال تحت يعني مظلة قسد ومن يساند قسد بسبب في المقابل التجارب أستاذ، السابقة التي نعم ذكرناها في ريف أستاذ الرقة. عامر، في المقابل كيف هي استعدادات تنظيم الدولة في مدينة الرقة بحسب المعلومات لديك؟ نعم، هي استعدادات ربما نستطيع القول عنها بأنها بدأت بحملات اعتقال مكثفة من مقاهي الإنترنت، وهذه مناسبة أخي مؤمن يعني نعطي إشارة للأهالي جميعهم لمن يراسلون أبنائهم داخل مدينة الرقة بعدم الحديث أو يخوضوا بأي حديث عن معركة تحرير الرقة، كون التنظيم مراقب كل مقاهي الإنترنت وقام بحملة شرسة ومنع الأهالي من التفوه بهذه المعركة أبدا، حتى أن مخبري التنظيم قاموا ب يعني اعتقال الناس من الطرقات الذين يتحدثون عن هذه المعركة
بالمقابل هناك عدد كبير من مقاتلي داعش من الموصل توافدوا، فروا من الموصل وجاءوا إلى مدينة الرقة، وحالة من الغليان تشهدها يعني أحياء مدينة الرقة جراء تصرفات داعش، وأيضا خوفهم من ضربات التحالف التي بدأت ثمارها على المدنيين. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي عامر الهويدي، كنت معنا من الحدود السورية التركية.